كل ذلك وكذلك القانون. القانون يعطيني الحرية. اسمع اسمع، انت قبل ما تتكلم على القانون لازم تعرف ان في حاجة اسمها قانون طوارئ، واحنا بنستخدمه في الحالات اللي زي دي. سيادتك عازمين ايه بالظبط؟ مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. اسمع يا حسن، احنا اذا كنا هنصدق في الاحلام في قضايا امن الدولة يبقى مش بعيد ابدا نفتح المندل ونجيب واحدة تقرا الفنجان. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. دي قضية امن دولة يا حسن، يعني قضية كبيرة قوي. انت ليه مش عايز تقول الحقيقة؟ الحقيقة انه حلم. الحقيقة انه حلم. حلم. سلام كبير قوي لحضر الظابط. سلام كبير قوي لاحلام. حسن، ميكروفونات سرية حسن تخليني اجيب القهوة عليها وطيئة. عاوز تخرب بيتها حسن. امن الدولة معتصم بالالفي. انا حسن بهلول. كيف الاحوال يا سعادة الباشا؟ ربنا يخليك. بقول لسعادتك انا حلمت لك حلم صغير كده. هو صغير بس حلو. حلو ومستعجل. لا يا فندم ما ينفعش اجي عند حضرتك، مفيش وقت. يا ريت تتقابل بره. فين يا فندم؟ طب يا سعادة الباشا. طب يا فندم، مع السلامة. قلت حاجة؟ لا يا اخويا ما قلتش حاجة. انت قلت حاجة؟ انا يا طلع ما قلت حاجة. اتأخرت ليه بيه؟ معلش يا حسن. هو انتوا كمان عندكم معلش؟ مش قلت لك ان الحلم مستعجل؟ اطلع بيه. اطلع لفين؟ المقطم. مش هتقول لي ايه الحكايه؟ السكة اعترف كل حاجه. تسعتاشر شارع المرجان، الساعة تلاتة لتلاتة ونص هتحصل هناك مصيبة سودة. ايه هي؟ معرفش، ما كانش باين في الحلم. والمصيبة دي بقى ليها علاقة بأمن الدولة يا حسن؟ هي المصيبة ليها علاقة بأمن الدولة وأمن المواني؟ اي مصيبه مهما كانت بتاثر على الدوله كلها. عندك اي معلومات تانيه عن المصيبه دي؟ وما كانش باين في الحلم غير الميعاد والعنوان والاشاره يا منى سلامه الكلب، لانه من سلاله نادره. شارع شكله مش بتاع مصايب ابدا. الحمد لله حلمك طلع في شنك. نشفت ريق، الله ينشف ريقك. تعال نشرب حاجه ساقعه. اتنين حاجه ساقعه من فضلك. حاضر يا فندم.
الصلاة على النبي. هو المسدس ده ميري ولا ملكي؟ انت هتهزر مع الحكومة حضرتك ولا ايه؟ يا سيدي مفيش مانع الحكومة تهزر مع بعضيها. انت تبع ايه؟ ومين حضرتك بقى علشان تسألني؟ انت تغرس خالص، تغرس! انت بتكلم عن دولة؟ رقيب اول مدبول يا عبد العال، رقيب اول مدبول يا عبد العال يا فندم من الحراسات الخاصة. وانت بتعمل ايه هنا يا مدبول؟ حراسة يا فندم على احد اللاجئين السياسيين القاطنين في العمارة 19 الدور الرابع شقة 12. ممكن تديني المسدس بتاعك؟ لا يا فندم، سعادتك عارف ان دي عودة شخصية ولا يمكن افرط فيها لأي حد. الله، هو انت ما معكش سلاح؟ وهشيل سلاح ليه؟ انت مش جايبني هنا عشان تحكي لي حلم؟ يا نهار ازرق، اديله السلاح، ده في مصيبة سودة هتحصل. انتوا شكلكم مريب والامر ما يسلمش. بس هقول لك ايه؟ مش كده يا راجل؟ هتبوظ المرض. المسدس! المسدس! حق السائع! اوعى يا احنا. اللاجئ السياسي، العيال الصغيرين، الواقع أجهزة الأمن كانت بترصد تحركات المجرمين من شهور عديدة، وحسب تعليمات السيد الوزير والسادة مساعد الوزير كنا بنتتبع خطواتهم أول بأول، كنا حاطينهم تحت عينينا، بس هما ما كانوش داريين ولا عارفين. حبينا نقبض عليهم متلبسين علشان ما حدش يقول إن احنا بنلفق قضايا، والحمد لله خشب يا حلم. خشب يا حلم. تحت إشراف عدد كبير. مش مهم.